حتى في لحظات وفاته كله إنسانية. يقف على المنبر قبل وفاته بيوم ويقول: أيها الناس، أبلغوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. بيسلم علينا يا جماعة، بيسلم علينا قبل ما يموت، إحنا في باله قبل ما يموت. طب وإيه آخر وصية يا رسول الله قبل ما تنزل من على المنبر؟ الله الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. وإيه كمان يا رسول الله؟ يقول لهم: أيها الناس، من كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت قد شتمت له عرضا، أنت عمرك عملت كده يا رسول الله، فهذا عرضي فليقتص مني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية. تحبه؟ خليك إنسان. بتحبه؟ املأ قلبك بحب الناس. هو كان كده، هنغير دينه، هنبقى قصاه، وهو كان ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. إنسان. آخر حاجة قبل ما يموت، هتموت إزاي يا رسول الله؟ قمة الإنسانية، هيموت ودماغه في صدر مراته. تخيل لو أنا بقولك تتخيل رسول الله وإنت ما تعرفش يموت إزاي، وهو ساجد وهو بيدعي وهو بيقرأ قرآن. أبدا، دين الإنسانية وهو راسه في صدر مراته. خلي عندنا إنسانية، خد قرار النهاردة هحب الناس كل الناس. هو ده مبدأ النهارده.